ومعنا في الاستوديو اختصاصية علاج النطق واللغة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال سارة بشارة. دكتورة سارة أهلا وسهلا بك، ضيفة كريمة على سكاي نيوز عربية. متى نقول في أي سن أن الطفل تأخر عن النطق، تأخر عن الكلام؟ دكتورة سارة بشار، بس بداية أهلا وسهلا فيك. Thank you. مرسي. متى نقول أنه الطفل قد تأخر؟ ممكن أحيانا أنه نتوقع أنه رح يكون في تأخر، يعني قبل ما يكون في تأخر ممكن نتوقع، لأنه في بعض الحالات نتوقع أنه رح يكون في تأخر، فبالتالي بصير بنعمل تدخل مبكر. من السنة بالعادة إذا ما في حالات خلينا نتوقع أنه بده يكون في تأخر، من السنة ونص وطالع فينا نشوف أنه الطفل قد تأخر. أول شغلة ممكن ننتبه عليها أكثر من الكلام أنه في تأخر بالاستيعاب، في تأخر بالفهم، بالإدراك، بالوعي، اللي ممكن يؤدي بالتالي إلى تأخر بالتعبير والكلام. طيب هلا بيقولوا إنه الأطفال، يعني كل طفل شيء بيختلفوا عن بعض، مش ضروري إنه كلهم يتكلموا بالوقت نفسه. أي متى لازم الطفل يكون قادر إنه يبلش يقول كلمة أو يبلش يعبر عن نفسه؟ صحيح، هو بيختلف من طفل للثاني، لأنه كل طفل له أسلوبه وله رتمه وله النمو تبعه. ابتداء من السنة ونص لازم الطفل يصير هو في عنا مراحل. سنة ونص ممكن ينطق كلمة بمغزى، يعني ماما بابا. قبل هيك في عنا مراحل، قبل ببلش من عمر 8 شهور 6 شهور في عنا المرحلة أنه أول شيء بيطلع أصوات ما إلى مغزى ما إلى معنى. بعدين بيصير بيطلع أصوات. الوضع مقلق أنه مثلا صرنا على عمر السنة ونص، بين السنة ونص والسنتين، عم نحكي عن أطفال ما عندهم أسباب ثانية، يعني صحتهم وحالتهم الصحية تمام. سنة ونص سنتين إذا الطفل ما طلع كلمات، ما طلع جمل، لازم يروحوا يستشيروا مع أخصائيين اللغة والنطق، لأنه المفروض وكيف أنتوا بتشخصوا هذا الموضوع؟ لأن مثل ما بنعرف الطفل صعب شوي التعامل معه، يعني أوقات بيحكي كلمة وبتجي بتطلبي منه مرة تانية أنه يكرر الكلمة ما بيقبل. مزبوط، هو التشخيص بيكون عن طريق تيست بيكونوا هن علميين وعالميين، يعني على مقاييس ومعايير علمية، لأنه لكل عمر له نمو وتطور المهارات اللغوية. يعني مثل كنت عم بقول أنه مثلاً على سنة ونص نتوقع من الطفل أنه يصير يستوعب، يرد على 8 شهور المفروض أنه لما ندهله يلف على اسمه، يرد على اسمه. سنة ونص المتوقع منه أنه بيعطينا كلمات، لازم يكون في عنده قاموس لغوي عم بيطلع كلمات ومفردات، بيكون بيعرفهم، بيطلب، بيقدر يطلب الأشياء اللي هو بده إياها. سنتين جملة من كلمتين. نعم. طيب دكتورة، يعني متى نقول أو هل هناك ارتباط ما بين تأخر الكلام وأمراض كالتوحد ربما، أو يعني تأخر النمو، نمو الدماغ ربما؟ طبعا تأخر المهارات اللغوية، تأخر الكلام، هو بيعتبر يعني عارض وحيد، يعني أو يمكن هو الأبرز اللي رح يكون متعلق بأشياء ثانية، يعني تشخيص أكبر. فعم نحكي عن سمات طيف التوحد طبعا، يعني العارض الأبرز بيكون هو تأخر اضطراب اكتساب مهارات اللغوية، تأخر النمو الإجمالي. بس الطفل يتأخر أنه يمشي مثلا، بنتوقع أنه هو رح يتأخر تيكتسب المهارات اللغوية. إذا عنا أمراض العلاقة بالمخ والأعصاب طبعا، الأطفال الخدش بيكون يعني جزء منهم، بعض منهم نتوقع أنه هن رح يتأخروا مقارنة مع الثانيين. تماما. طيب دكتورة، هون بدي أسألك عن تعدد اللغات. يعني كثير بنسمع أنه إذا الأهل بيتحدثوا مع طفل أكثر من لغة واحدة هذا شيء يؤدي إلى تأخر في الكلام، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، يعني انه هو صحيح اذا نحن عندنا طفل اوريدي عنده صعوبات، يعني انه متاخر بالنمو او عنده متلازمه او عنده سمات طيف توحد او عنده تشخيص اكبر، فبالتالي بننصح انه لازم تتوحد اللغه. ولكن اذا طفل نمو طبيعي وما عنده تاخر، بالعكس كل ما اخذ لغات كل ما كان احسن، وكل ما اخذهم على سن مبكر ما عنده مشكله. نعم. اليوم يعني بعد ما اكتشفنا هذه المشكله، ما هي الطرق التي نساعد من خلال الطفل على اكتساب الكلام أو القدرة على يعني القول بعد الكلمات؟ لسيما الأم يلي بتقضي كتير وقت مع الطفل وعندها فرصة أنه تتمكن أنه تساعده بهذا الموضوع. طبعا دور الأم جدا مهم، والأهل كتير دور مهم، فهن يوميا على الروتين اليومي اللي هن عم بيعملوه المفروض أنه يصيروا يتفاعلوا مع الطفل، يحكوا معه، نبعدهم عن الشاشات، نبعدهم، ما نتأخر بإعطائهم